هلو ميشوشو، إلا كنتو أول مرة تفرجوا في الفيديو ديالي معكم شيماء. مرحبا بكم فيديو جديد على قناة اليوتيوب ديالي. هاد الفيديو هادي من لي فيديو اللي كيعجبني نديرهم في القناة، وكنفرح حيت كيجا الوقت أنني غنديرهم. فاينلي جا النهار اللي غادي نهبط المغرب. ديما كنت تسمع غير فوقاش اللحظة غيقولوا لي صافي يمكن لك ترجعي للمغرب صافي. هي صراحة أنا مادام مازاليتش امتحانات، من امتحانات حيت عندي أونلين، قلت ما غاديش نبقى جالسة هنايا، ما عندي ما يدار، وأصلا امتحانات أونلين ما عندي علاش نبقى في هاد المارل هذا، قلت صافي غادي نقطع بكري. ولقيت البي أصلا رخيصة فداك الشيء، صافي غادي نقطع. ما قطعت ألي بلا غوتو، هاديك مشيا بلا رجعة. لقيتوني هذا هو النهار الأخر ديالي هنايا، غدا ان شاء الله عندي تران مع تسعود. هاد المره غادي نبدلو لا روتين شي شويه، نورمالمون ديما كنمشي في الكار، ديما كتشوفوني كنمشي في الكار، مي هاد المره هادي غادي نجربو التي جي في ديال تركيا. لي اول مره غادي نركب في التي جي في تركيا، حيت يلاه حلو عندنا داروا شي تحديات ديال ستاسيون ديال التران عندنا هنايا، دونك ولات عندنا غير ساعه ونص ما بيننا وبين انقره العاصمه، ومن تما عاوتاني غادي نقبل تران واحد اخر لاسطنبول. دونك في التوتال شي 6 سوايع ونص واقيلا، حسر من داك 11 ساعه ولا 12 ساعه ديال الكار، وكتبقى كتبقى تعذب والليل كامل وانت قاب الطريق كتعنكش. من الاحسن انني فهمتي باش نوصل مع ديك الخمسه لاسطنبول، هي هذيك عندي مع السبعه مع 8 كنقسم عندي الطياره ان شاء الله. فالمهم هذا النهار الاخراني وعندي بزاف ما يدار، وكيخصني نوجد راسي، ومازال عندي الباليزه الصغيره كيخصني نجمعها. جمعت الكبيره اصلا ديت فيها غير شي حوايج اللي ما كنحتاجهمش هنايا، سيرتو حوايج ديال الصيف ديتو معايا غنخليهم تما في المغرب حسن ليا، حيت انا اصلا الجو ديما بارد، ما كنحتاجش الحوايج ديال الصيف وغير معمرين عليا هنايا. ودابا لقيتوني انا غادي نخرج باش غادي نشري شي لعيبات هكا، دي بيتي تروك. المافامي صراحه هضرت مع بابا ويغوت عليا، هو صراحه لا فامي ديالي ما عارفنيش حتى، ما عارفني جايه اصلا المغرب كيف ديما، انا حتى كنوقف عليهم هكا مفاجاه ديما، ما صراحه ولفتها، ما بقاش كيعجبني نقول انا راه جايه في هذا الفلان فلانيه، ما عنديش مع داك الشيء، انا عندي مع المفاجات. فحتى شي واحد ما عارف، مي انا بقيت كنهضر مع بابا هكا، وزعما كنهضر معاه بحال هكا، ويقول لي شوفي عندك كيما تهبطي هذه المره زعما تشري شي حاجه، حيت انا بقيت كنقول لهم لا راه ما عنديش فلوس وهذا وتخربيق. هو انا اصلا ما بقاش عندي الفلوس غير حيت خديت البي ديال الطياره بفلوسي، داكشي علاش. وهما باش قلت له راه ما عنديش فلوس، بقى كيقول لي وصافي تنشوفو غنصيفطو لك فلوس باش تقطع البي وداكشي ميسالي امتحانات وهذا. فقال لي وعندك تاخدي شي واحد شي حاجه، وحتى حنا ما تجيبي لنا حتى شي حاجه، ما تبقايش تجيبي انت غير كتقري تما وفلوس وهذا. صافي سمعت ليه الهضره باش ما مشيش بقى يغوت عليا، مي قلت ضروري ندي معايا دي تروك هكا صغيورين، يعني ك تي كادو فهمتي، يعني مثلا باش كنهضر مع اختي شنو الحوايج اللي مثلا ما عندهاش ناقصينها، مثلا ماما شنو هكا. المهم شوفوا خليكم معكم هذا الفيديو باش تعرفوا اشنو كاين، ما بغيتش نحرق عليكم كلشي من الاول. دونك انا دابا غادي نخرج وغادي نديكم معايا باش تشوفوني اشنو غادي ناخذ لاختي وماما وبابا، و او ميم طون غادي ناخذ حوايج ليا انايا من غراتيز، داكشي اللي محتاجه باش انا نوجد راسي اليوم، وداكشي اللي غنحتاج في المغرب، وشنو اخر. وصراحه مازال حيره واش نشري شي حاجه ما نلبس اولا نلبس غير شي حاجه عندي، ما عرفتش. المهم على حسب البيدجه ديالي، حيت فلوسي تسالاو باش نكون واضحين. فالمهم طولت عليكم الهضره بزاف، يلاه نمشيو نتقداو داكشي اللي خاصنا. فخليكم معكم هذا لا فيديو، بيزيات سو لي زامي. سمعت كنت درت مع ديك المره وقالت لي بلي ما عندهاش شو سميتو ما عندهاش لي بيجو، فقلت غادي نجي غناخذ ليها هكا معايا تقبات ودنيها، ناخذ ليها هكا يا شو سميتو زويهقات فوالا. المهم حتى نوريكم شنو غادي ناخذ لها من بعد. جايز لقيتوني دابا انا جيت لكغاتيس باش ناخذ داكشي اللي خاصني ندي معايا المغرب، وشنو غادي ناخذ الاختسامه معايا من لهنايا. المهم حيت كاين ناس بزاف ما غاديش نصور لكم هنايا في كغاتيس بزاف. المهم ليتس جو جايز، عرفتي مع اليوم السبت الدنيا عامره بزاف، المهم انا خديت داكشي اللي خاصني حتى نمشي للدار وديك الساعه نبارطاجي معكم شنو خديت. صافي دابا انا واقفه في الصف كنتسنى باش نخلص، ما عرفتش شحال هادشي كامل فلوسي جايز. المهم لقيت انا رجعت للدار، غتشوفوني حيت هذاك الفوقاني اللي عليا حيت فريمون خرجت للزنقه معاه حيت كانت كتصب الشتا، قلت غنخرج غادي نلقى البرد. اويلي على الصاد برا اوي، وانا خارجه بداك الجاكيطه وداك الشيء. المهم عرفتي سخفت. المهم دابا غادي نبارطاجي معكم اشنو خديت من غراتيس، واشنو خديت من داك المحل ديال لي بيجو ليا انا والاختي. المهم كاين شي حاجه اخرى. المهم اول حاجه من غراتيس خديت هاد لاطخوت هادي صراحه في اخر لحظه، عرفتي باش كيكون عندك الفلوس وكيهرك جيبك، هي انا وحق الله خديتها ب 60 ليره، ما عرفتش علاش واخداها، وانا كسرت لاتروزات اللي عندي، عجبني غير الشكل ديالها، كاين وحده صغار من هكا والداخل ديالها صافي دايره بحال هكا، خديتها. موراها
خديت هادو كنمسحو الميك اب حيت سالاو ليا. خديت كلينكس ما عرفتش علاش، غير قالت لي هذاك الفلاكيس خديه باش تعاونينا كرخيص وخديته صافي. انا هي اللي كتحط في امام الامر الواقع، ما كتقدرش ترفض الطلب عشان باش يشوفك شي واحد كيقول لك واخا تاخدي هادو كضحك تقول انا لاباس عليا، ولكن صراحه ينفع نحطو في الصاك زعما ينفع ينفع. خديت هاد باندوش بين غير هو اللي كان خديمه وسال لي انا اصلا، فخديت هاد الكبير هذا ديال فرومبواز وفريز، المهم لي فروي روج واعر واعر واعر، ورخيص غير ب 24 ليره. خديت هاد الماسك هذا ديال الوجه، المهم كاين وحده اخرين ما خديتش غير هذا الصراحه. خديت حتى هذا، هاد جوج هادو صراحه ليا. وخديت هذا لقيتهم مرخصين فيهم 3 واقيله، خديتهم لسلامه حيت كيعجبها لي ماسك. خديت هذا مبرد فيهم 3 هكا زوينين مختلفين، خديتهم لسلامه هادو. خديت هادو ديال الودنين حتى هو ما عنديش سراو ليا وكنحتاجهم. خديت لي بروتيج ديال السليب كيف ديما. خديت هذا ديال بي بيوتي سبراي ديال البادي فيه ريحه زوينه، خديت ديال الفاني، كان عندي ديجا واحد ديال لي فروي روج مي الفاني صراحه زوين خديته. خديت هذه ديال الصابون حيت انا اللي عندي تقطعت ليا. خديت هذا من بي بيوتي فيتامين سي كريم، واعر واعر هو صراحه ماشي كريم، سيروم بحال سيروم بحال هكا. خديت جوج. خديت هذا المبرد هذا لي انا. خديت الكريم المفضل عندي ديال دالاند اوليف بالريحه ديال زيت الزيتون، حيت واعر 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 وكيرطب اليدين زوين بزاف. وخديت هاد ديودورون هذا عجبني خديته لبابا. بالنسبه غادي تسولوني غتقولي شي ما انت مازال ما خديتي والو لماماك، فغادي نقول لكم بلي ماما عندها واحد البارفان انا خديته ليها غنديه معايا. بالنسبه للمحل اللي بيجو نوريكم اشنو خديت. خديت لي اول حاجه هاد بيوتي بلاندر هاكا دايرين، صراحه ما عرفتش ناخذهم ليا ولا نعطيهم لسلمى، المهم صراحه ما كديرش فون دو تان دونك داكشي شريتهم ليا انا، واصلا حوايجي كاملين كتستعملهم هي سواء عطيتهم لها سواء ما عطيتهمش لها. لاستيكات كيتلفوا ليا، فخديت هاد جوج هادو صغيورين الا بغيت مثلا ندير ضفيرات، وخديت هادي كبيره، وخديت هاد الخاتم هذا حيت انايا ما عنديش خواتم ذهبيين، وانا دابا هاد اليومات كندير زواق ذهبيين داكشي علاش خديت هادو. سلمى خديت ليها يا ربي خديت ليها هاد السنسله هادي حيت كانت قالت لي كتبغي تخرج وهذا وما عندهاش سنسله، خديت لها هادي بحال هكا سامبل وزوينه كتجي وقصيره حيت هي قالت لي ما كيعجبوهاش السنسله كيكونوا طوالين، وخديت لها هاد الزواهق هادو هكا منوعين حيت هي دابا تقبا ودنيها. وهاد اللعيبه هادي شوفوا كيفاش دايره بوغ البيست فريندز وداك الشيء، هادي خديتها لإكرام. إكرام حيت كان لانيفيرسير ديالها شهر 4 وانا ما كنتش حاضره معاها، حتى صحه ما كنتش حاضره معاها، ولكن صحه صيفطت ليها كادو وإكرام كنت نسيت صراحة، وانا نقول هذه شتها وانا نقول صافي غنديها معايا باش وحده نديرها انا وحده ديرها هي. فوالا هادشي اللي كاين صراحة. وخسرت فلوسي كاملين يعني غراتيس مثلا خسرت فيها 378، واللي بيجو في الاول خسرت 130 ليرة، يعني تبارك الله عليا خسرت فلوسي كاملين، يعني نقدر نقول لكم وليت زيرو درهم زيرو درهم، مي هانيه ماشي مشكل ماشي مشكل، المهم نمشيوش بيدينا خاوية، انا كنكره نمشي صراحة بيدي خاوية. مازال ليا غير شنو سميتو يا ربي تبتني على الشهاده، بابا غادي يمشي ناخذ ليه القهوه، ديك القهوه سريعه التحضير غنديهم ليه معايا باش باش يجربهم حيت انا كيعجبوني بغيت حتى هو يجربهم. سينو انا معوله ماما حتى نمشي للمغرب عاد غادي نتهلا فيها. المهم خليكم على كمال الفيديو اللي غيكونوا في المغرب، الصيف جا، الفيديوهات، العيبات، لا فامي لي زافي داكشي. ماما صراحه معوله اني نتهلا فيها في المغرب، مازال بغيت ناخذ شي حوايج من تمايا، داكشي علاش ما خديتش ماما بزاف، داكشي علاش مي داير ليها معايا الريحه. وبابا كيما قلت لكم خديت لهم ديودورون حيت بابا خاصم عليا، راه اصلا غيشوفني شاري هادشي غيبدا يغوت عليا. مي بون مي بون مي بون صافي هادشي اللي كاين. فالمهم دابا غادي نرتاح شي شويه ونشوف من ناكل صراحه حيت جاني الجوع، هذيك الساعه نشوف الا كنت غادي نخرج مثلا باش ناخذ شي حاجه من السوبر مارشي ولا شي حاجه زعما هكا دي بسكوي ولا هذا اللي كنت بغيت نديهم معايا لا فامي. فالمهم خليكم معكم على هذا الفيديو باش تعرفوا اشنو غادي يجي من بعد، ويلا ليتس جو. جيت دابا ناخذ السقاطه اللي قلت لكم غندير للدار باش يذوقوا السقاطه ديال تركيا كيفاش دايره. فوالا مشات شداو ديك الساعه نوريكم اشنو خديت. جايز المهم انا غنوريكم اشنو خديت في تفاي، ما خديتش صراحه بزاف ديال الحوايج. خديت هكا بيمويات كيكات بحال، خديت الحوايج اللي كيعجبوني انا مجرباهم وعاجبيني، الكار
اولكار. المهم اكثر حاجه معروفه هي اولكار صراحه اولكار. وهذه باستا، هادو باستا حتى هما، هذا حتى هو كيعجبني بزاف. ايتي هاد الكيكات معروفين هنا بزاف، خديت بحال هكا بموديل بحال هكا، خديت هذا حتى هو معروف هنايا بنين، هذا داير بحال كوكيز. المهم كاين شي فرق، هذا حتى هو كيعجبني. كيكات خديت وحده د الموز وحده د الشوكولاط، وهذا صافي هادو هما اللي خديت. اي خديت هاد هاد كيفاش نقول لكم، حلوه ولا ما بحال حلوه، غاتو دي غاتو هكايا على شكل دائرات فيهم شوكولاط وكوكو وناقصين سكر بزاف زوينين، ديتهم هكا باش لا فامي تذوق، كيعجبوني انا صراحه. وخديت هاد القهاوي كما قلت لكم البابا، خديت هذا لاتي ديال نسكافي كيعجبني، خديت هادي دو بلس ان نسكافي، هادي شي شويه قاصحه على هادي، وخديت هادي صراحه ما عمرني جربتها ولكن كتبان زوينه. صافي هادشي اللي خديت وصافي، هادي كانت اخر حاجه غنشريها. دابا لقيتوني غادي ندخل ندوش، ملي نخرج ديك الساعه نكمل معكم باش نوريكم المهم سكين كير اللي غادي ندير داك التخربيق. بون لي زامي، لقيتوني انا دابا دوشت وساليت، اي دابا غادي ندوز باش غادي نشف شعري ونصايبو، ومن نسالي ديك الساعه نرجع نكمل معكم الروتين ديالي قبل ما غادي نسافر. جايز المهم لقيتوني انا نشفت شعري شي شويه كما كتشوفوا، دابا غادي نشد غادي نجمعو. اوكي نجمعو الفوق بحال هكا، غنصيب المهم بقى شي شويه، المهم جمعه ديال الله يحسن العوان. المهم هذا الماسك هذا اللي خديت من غراتيس قبيله ديال الحامض، هو اللي غادي ندير باش البشره ديالنا تنعش شي شويه، زعما تنعش جات اللغه العربيه زعما تفتح وتعطي واحد النظره زوينه. مع تبارك الله حنايا نهار كامل غنضربوا التماره في داك الطريق، فها هو غندير الماسك، وبيد ما الماسك يشد ليا في وجهي غنمشي نصيب ظفاري داكوغ، ونديرو الماسك ديالنا. فوالا حضرنا الماسك ديالنا، دابا غادي نمشي نصيب ظفاري فيت في، وديك الساعه نرجع باش نوريكم الظفار كيفاش درت لهم، ونحيدو الماسك ديالنا ونبدا نصيب في شعري. تراهم بون لي زامي، قبل ما ندوز باش نصيب ظفاري اول حاجه نحيد هي بعدا الباليزات، الباليزه الكبيره صافي سالات، دابا غنسدها، باقي ليا غير واحد جوج حوايج خصني نزيدهم وغنسدها. دابا باقي ليا بيزه صغيره هي اللي غادي نعمر، ودابا باش غادي نصايبها غادي نقادها معكم دابا باش تشوفوا شنو غادي نحط فيها وكلشي. فليتس جو. غندوز غندير هاد الكريم هذا ديال لي طاش اللي في الوجه، خرج ليا الطبيب هذا، غندير شويه منو ابخي. غادي ندير هاد البوم ليفغ ديال نيفيا، هو اللي كندير ديما صراحه كيدغاطي لي ليفغ مزيان. فوالا اي اونفان غادي نرش عليا هاد الباتي سبراي لي بلو فاني باش تبقى فيها ريحه زوينه. اي ابخي غادي نجي باش غادي نصيب شعري، اي نكون صافي ساليت نكمل غير جميع ديال البيزه الصغيره وصافي هادشي اللي كاين. صراحه مع الخمسة ونص الحمد لله، عرفتي كنت كنكون ستريسي و
بقى ديما نشغل شي حاجه في بالك، راه عندك غدا شي حاجه زعما شي حاجه مهمه، اما امتحان اما سفر. فانا بقى عقلي بحال لص داعس الصفايق اصلا ما نعست حتى، بقيت شي ساعه وانا كنتقلب ما قلت ما كنفكر، كنقول انا كنلقى كيلويات زايد الغدا، انا كيطرى لي شي مشكل، وانا غادي لاسطنبول ما كاينش في اسطنبول وتخربه. المهم راكم عارفين. المهم لقيت لي انا فاك صيبت وجهي خفيف، اهم حاجه ليكرون ديال الشمس درتها. من بعد شديتو انا نصيب شعري بوكليتو، وبالنسبه شنو لبست، لبست هكا، لبست هاد لونسومبل ديال السفور وفوق منو الجاكيطه ديالي باش نبقى هكايا مرتاحه. اي بوغ لي فاليز ها هما واجدين. ترا 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 خايفه صراحه من الباليزه الكبيره لا تكون فايته 20 كيلو، حتى عندي غير 20 كيلو. اما الصغيره ماشي مشكل حيت غير نطلعها معايا، ما عرفتش ديما كنفلت من القضيه ديال الكيلويات، ولكن هاد المره جو بونس كو غادي نوحل، حاسه براسي ما عرفتش علاش. المهم صافي انا واجده دابا دونك، لقيتوني دابا انا غادي نمشي باش نقبل الطوبيس اللي غادي يديني ستاسيون ديال ترانس، وخليكم معكم هاد لا فيديو. لافيو مين لقيتوني دابا انا وصلت للستاسيون ديال الكار ديال الطران، شوفوا كيفاش داروها لينا. ها هي يا وين لاباس علينا، داروا لنا لاكار ولا عندنا تي جي في. المهم الطران ديالي مع تسعود وقسم، سو ليتس جو. انا وصلت دابا للستاسيون ديال انقره، شوفوا عفاكم كيفاش دايره الستاسيون ديال التران ديالهم. لا فين فين يبانوا لي ستاسيون ديالنا جايز. دابا انا لقيت فين وصلت لانقره، دابا انايا جالسه هنايا، جيت لواحد البلاصه جلست هنا في كراسه حيت التران ديالي حتى لوحده ونص، وانا وصلت دابا يا مع 11 قلت شروط الانقره، يعني مازال تقريبا عندي تقريبا واحد ساعتين وشي حاجه باش نتسنى التران، فغنشوف يا ربي غير كل الويفي هنا سينو غنموت بالملل. لي زاني المهم لقيت من دابا انايا غدا باش نركب في التران اللي غادي لاسطنبول. فوالا صراحه عجبني لا غار ديال انقره بزاف، نقي والناس نقيين والترانات نقيين وكلشي نقي، نقى من حياتي. والباليزه 50 لير خلصت عليها. شوفوا عافاكم كيفاش عرقت. دونك دابا انا في الستاسيون ديال المترو باش نمشي للصبيحه، ديجا انا معطله يا ربي يجمع الوقت وهذاك باش ندير تشيكين. المهم تماره صراحه الستاسيون ديال التران بعيده على الستاسيون ديال المترو بشي شويه، كيخصك تقبل الطبيوس، فقبلت الطبيوس عاد جيت لهنا عاد دابا باش لقيت المترو. جايز يلا وصلت المطار ومعطله عافاك، دعوا معايا باش يكون شي بخير. مشيت لعندهم اللي باش ندخل ندير تشيكين، قالت لي اجل هاد لا ماشين هادي باش تسربي دغيا وما عرفتش داكشي و تشاك اتشيني ديال جابي راه دجبي. جايز لقيت في الباليزه الكبيره 17 اي صافي. جايز المهم دابا انا جالسه كنتسنى في الصف باش ندير كونترول د باسبور، عرفتي الدنيا شحال عامره وشحال صاد. هاي المهم هذا الصراحه كلشي مزيان، الحاجه الوحيده هي اني باش درت الكونترول ديال الباسبور ميل ديال التفتيش ويلقى عندي بندوش كبير ويتهزو بحال هكا ويصرف عليا الطرود زبرك، حتى ماشي مشكل الشغيله بندوش مزيانه. والكيلويات كما قلت لكم الحمد لله انا البيزه الكبيره كانت غير 17 وصافي، دابا راه بداو كيدخلوا من البوابه غير الدنيا عامره، باش شي خوتي شي ديك الساعه ندخل انا يلا خرا شي ديال برانسيس صافي هادشي اللي كاين.
كل زامي شوفوا معايا من تلاقيت صافا كلشي بخير فين ايمن صافا كلشي مزيان انستغرام تلاقينا هنا صدفه صافا هي تلاقي شي ما صافي من الله وشوفي فين غنتلاقى في المطار في المطار جمع الله مع عمتي ندوزو هاد 5 ديال الساعات ما شاء الله صافي اسمع ليتس جو دابا نركب في الطياره هما المهم كي خصنا نخليو الناس دابا 55 دقيقه مي دابا 8 وشي حاجه مازال ما قلعناش حيت الدنيا عامره وبنادم ما منظمش شحال من حاجه طيارة بدات كتحرك ترى I am going to Morocco البليده شوفين وحلت لي بنين كي ثانك يو سو جايز لقيتني دابا انا في لاغار ديال كازابور توحشت كازابور وهنايا ستاربكس جيت ناخذ كافي صراحه ملي ناخذ كافي غناخذ غير شي حاجه ما نشربهاش حاجه بارده حيت الصهد الموت في المغرب صافي باش غادي نمشي اسلا دونك انا البارح بقيت هنايا في كازا حيت ما كانوش ترانات دابا عاد غادا على حراره وعلاش مشى لي زامي المهم انا دابا لقيتوني جيت باش غادي نركب في التران كازابلانكا شوفوا القطيط ديالي ناعس وسكت هذا هو القطيط الحوت ديالنا المهم انا لقيتوني وصلت لحمتي نشوفوا الرياكسيون ديال بابا حيت بابا هو اللي باقي داك في الدار بوحدو شكري من الجمهور ماما شوفي راه ملي ما عرفتيش صوت بنتك راه كي والو زيرو لا سلمى جات لعندي لتركيا يلا وصلت للدار مع لقيت سلمى صايبات شعر عما قالت لي يلا زيدي راه جبتك شو سميتو يلا معنا للماتش انت شنو كديري انا خدامه الدنيا عامره ولا كاين تماره لا دابا بقيت نتغدى وكتكون قهوه شويه خاويه ايوا المهم وجدي معك شي عصير تا نشربو راه عندكم الصاد بزاف شنو قلت لك وجدي معك شي عصير بارد راه عندكم الصاد بزاف لا كتفلي عليا والله انت كتفلي عليا والله انت كندوي منيتي فينك فين كنتي اختي مع وصلت مع سلمى قالت لي راه كاين التيكي ديال الماتش ديال المغرب قالت لي يلا نمشيو نتفرجوا في الماتش ايوا صافي ايوا داك الساعه يلا وصلت يلا وصلت مع وصلت مع قالت لي طيب وقال لك دابا كيغشي شي
صافي شي فرقه واختي عييت ما كذبت فرشو داكشي تفرش يا اختي ما عندي ما ندير هذه المره فرشتوني زعما عقتو بيا اختي سلامتك كيفاش فيك انت دابا الله يسلمك